انا مش فاهمه، هي صاحبتك العروسه اللي اختفت ليله فرحها والسوشيال ميديا كلها بتتكلم عنها؟ طيب قبل ما اسبق الاحداث، هي اميره ممكن تعمل كده؟ يعني هي كانت عايزه تتجوز احمد اصلا؟ بتموت فيه. هو انتي بتفكري في ايه؟ بصي انا مش عايزه اقول على حاجه مش متاكده منها. هو انتي عارفه انا سبت احمد ازاي؟ لا. عالية. عالية ازاي؟ هي بتحب اميرة؟ اكيد، دي الدكتورة اللي بتعالجها. يعني هي كانت موافقة على الجوازة؟ طبعا، دي كانت بتعملها زي بنتها. يبقى مش اللي في بالي. انتي بتسألي ليه اصلا؟ من ساعة ما اتخطبت انا واحمد وهي مش طايقاني، معاملة تقرف من اول يوم، بس انا ما كنتش بسكت لها. يعني كل يوم تحصل لي مشكلة، مرة عربيتي تتكسر، رسائل تهديد، كل ده وانا مش فاهمه اي حاجه، لحد ما قالتها لي صريحه. قالت لك ايه؟ ابعدي عن احمد والا مش هتشوف يوم عادل في حياتي. بس مش لدرجه انها تاذيها يعني. لا لا، ما اعتقدش، خصوصا انك بتقولي انها بتحبها. الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ليلى لو معناه هو اللي انا حاسه بيه، انت كده بتتهميني ان انا خطفت اميره. انا ما قلتش كده. لا قلت كده، عماله تلفي وتدوري. نجيبي من الاخر، انا قابلت مريم. مريم مين؟ خطيبه احمد القديمه. خطيبه احمد القديمه. وبعدين قالت لي انت كنت بتعملي فيها ايه؟ الحقيقه تعملي فيها كل ده؟ اي ام مكانك هتعمل كده وازيد. واحده بتستغل ابني جاي تتجوزه عشان تاخد فلوسه، كنت عايزه نعمل ايه؟ وقلت الاميره ان هو اللي سابها عشان ما تعملش زيها. لكن لما قربت من اميره حبيتها بجد وحسيت انها زي بنتي. وعلى فكره وما ينفعش اصلا تحطي الاتنين في مقارنه، فرق السما والعمى. أميرة بنت ناس وانتي صاحبتها وعارفة كويس قوي أنا كنت بعملها إزاي وبحبها إزاي. أنا عارفة، أسف. أنا بزعلانة منك يا ليلى، ما أقدر شعورك. عارفة أن انتي بتحبيها وخايفة عليها. أنا كمان، أنا بجد مرعوبة عليها.